السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنحل مع بعض الـ Performance Tasks او المهام الأدائية للغة الإنجليزية، الصف الرابع الابتدائي او Primary 4، وده الترم الثاني. كل سنة وانتم طيبين. هنحل مع بعض بعض النماذج الأدائية المتوقع ان يجي منها الامتحان ان شاء الله، وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورق نكتب فيهم ونذاكر منهم. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنكتب هنا اسمنا واسم المدرسة والكلاس روم والديت او التاريخ. اول performance task عندنا هي الترديشنال ديش، او طبق من اطباق الطعام التقليدي الخاص بينا. يعني ايه تقليدي؟ يعني طعام بناكله في بلدنا من زمان واحنا كلنا عارفينه، فهنا اسمه traditional dish. Egypt is famous for many wonderful traditional dishes. مصر مشهورة بالكثير من الأطباق التقليدية الرائعة، like زي فول مدمس، الفول المدمس، فتة، الفتة، بسبوسة، طبعا البسبوسة كلنا عارفينها. write about، اكتب عن the traditional dish you like most، اكتر طبق تقليدي انت بتحبه. draw your traditional dish، وارسم كمان ال traditional dish او الطبق ده في الجدول الموجود تحت. فانا اخترت الفول المدمس وكتبت هنا my favorite food is فول مدمس. beans cooked very slowly، هو طبعا حبوب بتطهى بشكل بطيء جدا. serve it with lots of olive oil، بتقدم مع الكثير من زيت الزيتون. garlic طبعا والثوم، salt والملح، and we can put tomatoes too، وكمان ممكن نحط عليه بعض الطماطم. ورسمت هنا الفول المدمس الجميل اللي احنا كلنا بناكله في الفطار بالنهار الصبح في الايام العادية وفي السحور في رمضان كمان. تعالوا نروح للperformance task 2، خليكم معايا. طبعا الـ performance task 2 هي a trip with your friends، او رحلة مع اصدقائك. it's end of year holiday، نهاية اجازة اخر السنة. you want to do many activities، انت عايز تعمل انشطة كتيرة جدا. some of your friends، بعض من اصدقائك، want to go to the beach، عايزين يروحوا الشاطئ، عايزين يروحوا شاطئ البحر. some want to go to the museum، وبعضهم عايز يروح المتحف. some want to go to the zoo، والاخرين عايزين يروحوا جنينة الحيوانات. write about، اكتب عن the activity you want to do during the trip، النشاط اللي انت عايز تعمله في الرحلة دي. draw what you can see do in these places، ارسم الحاجات اللي انت تقدر تشوفها وهتعملها في الاماكن دي. انا اخترت البيتش طبعا، وكتبت هنا I want to go to Alexandria، أنا عايز أروح الأسكندرية. I want to visit Alexandria Library، أنا عايز أزور مكتبة الإسكندرية. and I want to swim in the sea، وعايز أروح أعوم في البحر، أسبح في البحر. I want to fly kites، عايز أطير طيارات ورق. and play with sand، وألعب كمان في الرمل. ورسمت هنا شط إسكندرية الجميل اللي احنا كلنا عارفينه. نتنقل للperformance task 3، خليكم معايا. طبعا التاسك دي اسمها festivals او احتفالات او مهرجانات، وطبعا هنا بيتكلم عن المهرجانات والاحتفالات اللي احنا بنحتفل بيها في بلدنا زي شم النسيم مثلا. فبيقول لك هنا you are celebrating one of the festivals، انت بتحتفل باحتفال او بمهرجان من المهرجانات. with your family، مع اسرتك. and friends، واصدقائك. write about، اكتب عن what do you do during it، انت بتعمل ايه خلال الاحتفال ده. how do you celebrate it، ازاي انت بتحتفل. what do you eat during it، انت بتاكل ايه في الاحتفال ده. make a symbol for your favorite festival، اعمل رمز للاحتفال او المهرجان المفضل بالنسبة لك. فهنا انا اخترت شم النسيم. شم النسيم is Egypt's oldest festival، هو من أقدم المهرجانات المصرية. I spend all day in parks، أنا بقضي اليوم كله في المتنزهات.
and green areas والأماكن الخضراء، الأماكن اللي فيها نباتات، مكان خضراء. I play and have lots of fun. أنا بلعب وبمرح. Some people like to eat colored boiled eggs. بعض الناس بتحب إن هي تأكل البيض المسلوق الملون. Salted fish والسمك المملح. And green onions والبصل الأخضر. ورسمت لهم هنا ال colored eggs أو البيض الملون الجميل اللي احنا كلنا عارفينه. نتنقل على التست اللي بعد كده، خليكم معايا. وهنا ال performance test، هنا اسمها invitation. invitation يعني دعوة، تبعت لحد دعوة زي دعوة عيد الميلاد أو دعوة الفرح. فبيقولك هنا you want to invite your friends، انت عايز تدعو أصدقائك. To your birthday party، لحفلة عيد ميلادك. Write an invitation including، اكتب دعوة متضمنة. Address، العنوان. Time and place، المكان، الوقت والمكان. Why to invite، سبب الدعوة. What to wear، يلبسوا ايه في الاحتفال ده. What to bring، يحضروا ايه معاهم. Draw the invitation cover، وارسم كمان الكفر او الغلاف بتاع الانفيتيشن او الدعوة بتاعتك. فهنا انا كتبت Dear friend، صديقي العزيز. I am having a birthday party next Friday، انا احيد حفلة عيد ميلادي الجمعة الجاية. At my house، في بيتي. I am inviting all our friends، انا بدعو كل اصدقائنا. I want to play some party games، انا عايز العب بعض الالعاب في الحفلة. So bring some music، احضر معاك بعض الموسيقى. It will be on Thursday August 12، هتكون في يوم 12، هتكون يوم الخميس 12 أغسطس. It will be from 3 PM، هتكون من الساعة 3 عصرا to 5 PM، لحد الساعة 5 المغرب. My address is، عنواني هو. وكتبت هنا 12 دين رود. Remember to wear something blue، فكر ان انت تلبس حاجة تكون لونها ازرق شوية. I hope you can come، امل ان انت تقدر تيجي. See you then، اشوفك هناك. Your friend، واروح كاتب اسمي تحت منها، صديقك واسمي تحت. ورسمت هنا الكوفر بتاعت الـ invitation او الغلاف بتاع الدعوة بتاعتي، وطبعا رسمت عليها حاجات بترمز لعيد الميلاد. نروح لل performance task اللي بعد كده، خليكم معايا. وهنا ال performance task دي اسمها my favorite game، او اللعبة المفضلة بالنسبة لي. You and your friends are playing your favorite game، انت واصحابك بتلعبوا اللعبة المفضلة بالنسبة لكم. In an open area، في مكان من الاماكن المفتوحة. Write about، اكتب عن. The name of the game، اسم اللعبة. How do you play it، ازاي انتوا بتلعبوها. Draw a picture of your favorite game، وارسم صورة للعبة المفضلة بالنسبة لك. فانا اخترت لعبة الاستغماية وكتبت هنا our favorite game، اللعبة المفضلة بالنسبة لنا hide and seek، هي الاستغماية. We play this game in an open areas، احنا بنلعب اللعبة دي في مكان من الاماكن المفتوحة. One player called the seeker، واحد من اللاعبين بنسميه السيكر او الباحث، اللي هو بيستغمى وبعدين بيدور علينا. closes his eyes، بيقفل عينيه. and count to 10، وبيعد لغاية 10. the other players، اللاعبين التانيين hide، بيستخبوا. the seeker، الباحث ده او اللي بيدور علينا، tries to find them، بيحاول ان هو يلاقينا. the first player، اللاعب الاول، the seeker finds، اللي الباحث بيلاقيه. becomes the next seeker، بيكون الباحث اللي بعد كده. the last one، اخر واحد left، اللي بيتبقى، is the winner، هو الفايز. ورسمت هنا لعبة الاستغماية ازاي بنلعبها مع بعض. ودي نماذج من نماذج الـ performance tasks، او النماذج المهام الادائية اللي ممكن يجيلنا منها الامتحان. اتمنى ان انت تكون استفدت النهاردة. ما تنسوش احنا حلينا النماذج الادائية الخاصة بالاي سي تي او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القناة عندنا، وحلينا النماذج الادائية اللي نزلت من الوزارة، مش هيخرج عنها الامتحان برضو ان شاء الله. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك،
اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.